أريد في هذا العرض أن أعرفكم على فكرة النهاية limit، وهي تعد فكرة مهمة جدا. إنها الفكرة التي يرتكز عليها حساب التفاضل والتكامل، وعلى الرغم من كونها فكرة مهمة جدا إلا أنها في الواقع فكرة بسيطة للغاية. إذا دعوني أرسم اقترانا هنا، في الواقع دعوني أعرف اقترانا هنا، سيكون اقتران بسيط. إذا دعوني أعرف f ال x، ولنفترض أن f ال x يساوي x ناقص واحد تقسيم x ناقص واحد. ربما أنك ستقول: انظر، لدي الشيء نفسه في الوسط والمقام. إذا كان لدي شيء ما مقسوم على نفسه فإن هذا يساوي واحد، ألا يمكنني أن أبسط هذا إلى f ال x تساوي واحد؟ وسوف أقول: حسنا، هذا صحيح. الفرق بين f ال x تساوي واحد وهذا الشيء الموجود هنا هو أن ذلك الشيء غير معرف عندما x تساوي واحد. لذا إذا وضعت، دعوني أكتب هنا، إذا كان لديك f الواحد ماذا سيحدث؟ في البسط تحصل على واحد ناقص واحد، وهو، دعوني أكتب هذا، في البسط تحصل على صفر، وفي المقام تحصل على واحد ناقص واحد وهو أيضا صفر. ولذلك أي شيء يقسم على صفر بالإضافة إلى الصفر يكون غير معرف. إذا بإمكانك إجراء هذا التبسيط. يمكنك أن تقول أن هذا يمكنك أن تقول أن هذا يعادل f ال x تساوي واحد، لكن سيكون عليك إضافة القيد الذي يوضح بأن x لا يمكن أن تساوي واحد. الآن هذا وهذا متساويان، كلاهما يساوي واحد لجميع قيم x ما عدا الواحد، لكن بالنسبة ل x تساوي واحد سيكون غير معرفا، وهذا غير معرف وهذا الواحد غير معرف. إذا كيف سأمثل هذا الاقتران بيانيا؟ دعوني أقوم بتمثيله. هذا هو محور y تساوي f ال x، وهذا هو محور x، ثم دعونا نفترض أن هذه هي النقطة x تساوي واحد. هذه ستكون x تساوي سالب واحد، وهذه هذه y تساوي واحد. يمكن أن أضع سالب واحد، لكنها لن تكون متصلة إلى حد كبير بهذا الاقتران. دعوني أمثلها. وهذا بالنسبة لأي x ما عدا الواحد، f ال x تساوي واحد، إذا سيبدو هكذا ما عدا ما يقع على النقطة واحد. فعلى واحد يكون f ال x غير معرف، سأترك فجوة هنا، هذه الدائرة، لكي أبين أن هذا الاقتران غير معرف. فنحن لا نعلم كم يساوي هذا الاقتران على النقطة واحد، لم نقم بتعريفه. تعريف الاقتران هذا لا يخبرنا ماذا نفعل على الواحد، إنه غير معرف عندما x تساوي واحد. إذا هذا هو الاقتران هنا. ومرة أخرى، إذا سألك أحدهم ما هو f الواحد، فسوف تنتقل وتقول: حسنا، كان هذا تعريف الاقتران. سوف تذهب إلى x تساوي واحد. لا، انتظر، يوجد فجوة في الاقتران الذي لدي هنا، إنه غير معرف، لذا دعوني أكتبه مرة أخرى. حسنا، إنه شيء زائد عن الحاجة، لكنني سأعيد كتابته. f الواحد غير معرفة undefined. لكن ماذا لو أردت أن أسألكم ما هو اقتراب الاقتران من x تساوي واحد؟ والآن لقد بدأنا بالاقتراب من فكرة النهاية. إذا عندما تقترب x أكثر وأكثر من الواحد، إذا عندما تقترب x أكثر وأكثر من الواحد، إلى ماذا سيقترب الاقتران؟ حسنا، كل هذا الوقت من ماذا سيقترب أكثر؟
على الجانب الأيسر لا يهم مدى اقترابك من الواحد طالما أنك لم تقع على الواحد. هنا من الجانب الأيمن ستحصل على نفس الشيء، لذا سوف تكون الفكرة مألوفة أكثر كلما قمت بحل المزيد من الأمثلة. إذا نهاية أو لايم المأخوذة من كلمة limit، اف الاكس عندما تقترب اكس من الواحد، نهاية اف الاكس عندما تقترب اكس من الواحد. تساوي كلما اقتربنا فسوف نكون قريبين أكثر وبشكل لا يصدق من الواحد، والاقتران الذي لدينا سوف يساوي واحد ويقترب من الواحد. في الواقع إنه يقع على الواحد طوال الوقت، إذا في هذه الحالة يمكننا أن نقول أن نهاية اقتراب x من الواحد لـ f الـ x هو واحد. إذا مرة أخرى نحصل على مفهوم خيالي ونقول انظر ما مدى اقتراب الاقتران من x الذي يقودنا للاقتراب أكثر من واحد. دعوني أقوم بحل مثال آخر نقوم فيه بالتعامل مع منحنى لكي نفهم الفكرة العامة. إذا دعونا نفترض أن لدي الاقتران f x، أو دعوني أسميه g x من باب التنويع. إذا g x، دعونا نفترض أن لدينا g x يساوي، يمكنني أن أعرفه بهذه الطريقة، يمكننا أن نعرفه ليكون x تربيع عندما x لا تساوي 2، و لنفترض أنه عندما x تساوي 2 فإنه يساوي 1. إذا مرة أخرى هذا نوعا ما اقتران مثير للاهتمام كما ترون، إنه ليس متواصل، إنه يحتوي على عدم اتصال. دعوني أقوم بتمثيله بيانيا هنا. إذا هذا هو محور y تساوي g x، وهذا محور x، ودعونا نفترض أن هذه x تساوي 1، وهذه x تساوي 2، هذه سالب 1، هذه سالب 2. إذا في كل مكان باستثناء x تساوي 2 إنها تساوي x تربيع. إذا دعوني أرسمه هكذا. حسنا، هذا سيكون قطع مكافئ، إنه يبدو شيء كهذا، سوف يبدو. دعوني أرسم صورة أفضل للقطع المكافئ. إذا سيبدو هكذا ولا يعد الأفضل. لا يعد الأفضل من بين القطوع المكافئة التي تم رسمها في الماضي، لكنني أعتقد أنه سيعطيكم فكرة حول شكل القطع المكافئ. هذا ما أتمناه، يجب أن يكون متماثلا. دعوني أعيد رسمه لأن هذا سيء بعض الشيء. إن هذا يبدو أفضل. حسنا، جيد، هيا بنا. جيد، الآن هذا يجب أن يكون الرسم البياني لـ x تربيع، لكنه ليس x تربيع عندما x تساوي 2. إذا مرة أخرى عندما x تساوي 2 يجب أن يكون لدينا عدم اكتمال من هنا، لذا سأترك فجوة هناك لأنه عندما x تساوي 2 سيساوي الاقتران 1، ولن أقوم بذلك على نفس التدريج على الرسم البياني لـ g الـ x يساوي x تربيع. هذا يجب أن يكون 4 وهذا 2، هذا سيكون 1 وهذا 3. إذن عندما x تساوي 2 الاقتران يساوي 1،
عندما x تساوي 2 الاقتران يساوي 1. إن هذا يعتبر اقترانا غريبا بعض الشيء، لكن يمكنك تعريفه بهذه الطريقة، يمكنك أن تعرفه بالطريقة التي تريد أن تعرفه. ولذلك لاحظوا أن هذا عبارة عن التمثيل البياني لـ جي ال x يساوي x تربيع، باستثناء عندما نصل إلى 2. سيحتوي على هذه الفجوة لأننا لا نستخدم جي ال x يساوي x تربيع عندما x تساوي 2، بل نستخدم جي ال x يساوي 1. نستخدم جي ال x يساوي 1، بالتالي هو يقع على 2 بالضبط وينحني إلى 1، ومن ثم يمتد على طول x تربيع. إذن يوجد عدة أشياء إذا أردت أن أقيم الاقتران جي ال 2. حسناً، تنظر إلى هذا التعريف. حسناً، x تساوي 2، إنني أستخدم هذه عندما الحالة هنا، وهذا يوضح لي بأنه سيساوي 1. اسمحوا لي أن أسأل سؤالاً أكثر إثارة للاهتمام، أو ربما سؤال مثير للاهتمام بشكل أكبر. ما هي النهاية عند اقتراب x من 2 لجيل x مرة أخرى؟ إنه مفهوم خيالي، لكنه يطرح شيء بسيط للغاية، مضمونه أنه كلما اقتربت x أكثر من 2، كلما اقتربت أكثر، وهذا ليس تعريفا دقيقا، سوف نقوم بذلك في عروض لاحقة. كلما اقتربت x أكثر من 2، من ماذا سيقترب جيل x؟ فإذا وصلت إلى 1.9 ومن ثم 1.999 ومن ثم 1.9999 ومن ثم 1.99999، من ماذا سيقترب جيل x؟ إذا أردت أن تنتقل من الاتجاه الموجب، إذا أردت أن تقول 2.1، ما هو جيل 2.1؟ وما هو جيل 2.01؟ وما هو جيل 2.001؟ من ماذا سيقترب كلما اقتربنا إليه أكثر وأكثر؟ بإمكانك أن تراه من خلال الرسم البياني كلما اقترب جي من 2. وإذا أردنا أن نتبعه على طول الرسم البياني، سنرى أننا نقترب من 4، على الرغم من أن هذا لم يكن موقع الاقتران. إن الاقتران ينحني نحو 1، نهاية جيل x كلما اقتربت x من 2 يساوي 4. يمكنك أيضا أن تفعل هذا باستخدام الآلة الحاسبة. دعوني أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه سيكون مثير للاهتمام. إذن اسمحوا لي أن أستخرج الآلة الحاسبة. إذن هذه هي الآلة الحاسبة، ويمكنك أن تقول عدديا. حسنا، من ماذا سيقترب كلما اقتربت من x يساوي 2؟ إذن دعونا نجرب 1.9. بالنسبة ل x تساوي 1.9، سوف نستخدم هذا البند العلوي الموجود هنا، وبذلك نحصل على 1.9 للقوة 2، أي ما يساوي 3.61%. حسناً، ماذا لو اقتربت من 2؟ إذن 1.99، ومرة أخرى دعوني أقوم بتربيع ذلك، سأكون على 3.96%. ماذا لو أخذت 1.999 وقمت بتربيعه؟ حسناً، سوف أحصل على 3.996، ولاحظوا أنني اقتربت أكثر من النقطة التي لدينا.
إذا اقتربت أكثر 1.9999999 على ماذا سأحصل؟ إنه لن يساوي 4 بالضبط. هذه الآلة الحاسبة تقرب الأعداد لأننا نريد الحصول على عدد قريب جدا من 4، ويمكننا القيام بشيء من الاتجاه الموجب أيضا، وفي الواقع يجب أن يكون نفس العدد الذي عندما نقترب من الأسفل سنحاول الاقتراب منه، ومن الأعلى ما نحاول الاقتراب منه. فإذا جربنا 2.1 للقوة 2 سنحصل على 4.4. دعوني أتناول عدة خطوات. 2.0001 للقوة 2، إن هذا قريب أكثر من 2. الآن نحن نقترب من 2، إذا كلما اقتربنا من 2 فإن العدد الأقرب يقودنا إلى 4. إذا مرة أخرى، هذه طريقة مماثلة لنرى أن نهاية اقتراب x من 2 من أي اتجاه لجي الاكس، بغض النظر عن يمين الاثنين، فإن الاقتران سيساوي 1 لأنه غير متواصل. إن نهاية اقترابنا من الاثنين سيكون أقرب أكثر وأكثر من 4. أراكم قريباً.